أصدقائي الكرام، يسعدني أن أكون ضيفة في المهرجان الثقافي المغربي مهرجان أحفاد الغيوان. وعلى الرغم من صعوبة هذه السنة علينا جميعا بسبب وباء الكورونا، إلا أن هذه الصعوبات لن تقف عائقا لإنجاح هذا المهرجان. مشاركتي سوف تكون عبارة عن محاضرة سوف ألقيها أونلاين عن مسيرة المؤلف العالمي بيتهوفن. أود أن أشكر جميع المنظمين والقائمين على هذا المهرجان، وأتمنى أن يلقى الدعم من جميع الجهات الرسمية والمعنية في المملكة المغربية الشقيقة. لكم مني كل التحية والشكر والامتنان. مساء الخير أصدقائي، كما وعدناكم بأن اليوم سوف ألقي محاضرة عن سيرة الفنان المؤلف الألماني ولكن العالمي لودفيغ فان بيتهوفن. للأسف هذه السنة كانت سنة صعبة علينا جميعا بسبب وباء الكورونا. كنت أتمنى أن ألقي هذه المحاضرة في ظروف أفضل،
أنا لست من محبي الأونلاين والتواصل بهذا الشكل، أفضل دائما أن أتواصل بشكل مباشر مع الغير، سواء في المحاضرات أو أيضا في الأداء الموسيقي. أعشق الموسيقى اللايف، ولكن هذه هي الظروف، وبدل أن نكون في البيت من غير تواصل، على الأقل نحمد الله على وجود هذه أجهزة التواصل هذه التي لربما تجمعنا مع بعض. اليوم محاضرتنا سوف تكون عن حياة بيتهوفن. أنا اخترت هذا الموضوع بسبب كون سنة 2020 هي الذكرى 250 على ولادة المؤلف العالمي بيتهوفن. لودفيغ فان بيتهوفن ولد في سنة 1770 شهر ديسمبر. تاريخ ولادته غير معروف، بعض المصادر تذكر بأن ولادته كانت في تاريخ 16 ديسمبر، والبعض بعض المصادر تذكر بأن ولادته كانت في شهر في ذات الشهر، ولكن في تاريخ 17 ديسمبر. لا يوجد عندنا مصادر أكيدة عن ولادة بيتهوفن، إلا أننا نعلم على الأقل بأنه ولد في شهر ديسمبر تقريبا، يا أما في تاريخ 16 أو 17 من سنة 1770. بيتهوفن ولد في مدينة بون في ألمانيا، ولاحقا عاش في مدينة فيينا في النمسا. يقال بأن بيتهوفن كان عاش طفولة صعبة جدا. يقال بأن كان أستاذه الأول هو والده، وكان والده يعني يعامله معاملة سيئة جدا ويفرض عليه تعليم الموسيقى. كان والده يرجع إلى المنزل في أوقات متأخرة جدا من الليل، وكان يبدأ بتعليم ابنه الموسيقى في هذه الأوقات المتأخرة من الليل. ويقال أيضا بأن بيتهوفن كان يهرب من المنزل عند سماعه عن حضور والده إلى البيت. عندما يسمع بأن والده أتى إلى البيت، يقال أيضا بأن بيتهوفن كان يعاني من مشكلة الإنزومنيا. الإنزومنيا وهي مشكلة النوم. لماذا؟ لأنه كان يقضي أوقات الليل، وهي أوقات كانت يعني افترض أنها تكون مهمة بالنسبة للطفل أن ينام فيها وأن ينظم مواعيد نومه وتعليمه وحياته، إلا أن بيتهوفن لم يعش طفولة طبيعية. يقال أيضا بأن بيتهوفن كان يتعرض للضرب والعنف، العنف الأسري، أو خلينا نقول بشكل أوضح أكثر، بأنه كان يتعرض للضرب من قبل والده الذي كان يغصب ابنه تعلم الموسيقى. أيضا كان والده يحاول أن يجني ثروة من ابنه، فكان دائما يتباهى أمام الآخرون بأن ابنه، مثلا كان يقول للآخرين بأن ابني عمره 9 سنوات، بينما ابنه كان 10 سنوات مثلا أو 11 سنة. وبهذه الطريقة كان يعني يخبر الآخرين بأن ابنه أصغر سنا حتى يتباهى به الآخرون، وكان يجني من هذا الموضوع المال. كما كان والد موزارت أيضا يجني المال
وراء موهبة ابنه. بيتهوفن كونه ولد في سنة 1770 فهو ينتمي للحقبة الكلاسيكية الموسيقية. ما هي الحقبة الكلاسيكية؟ هذا موضوع جدا مهم يجب أن نشرحه عندما نتكلم عن أي مؤلف موسيقي وعن أي مقطوعة موسيقية. الموسيقى بشكل عام، وهنا أذكر الموسيقى الكلاسيكية الغربية، مرت في حقبات وفترات مختلفة جدا. الحقبة الباروك، حقبة الباروك، وهي كانت فترة عموما في القرن السادس عشر، ولعل يعني هذه الفترة يعني التسمية لم تؤثر فقط على الموسيقى، إنما أثرت على جميع أنواع الفنون وعلى طريقة الحياة في ذاك الوقت. من أهم المؤلفين في تلك الحقبة هو المؤلف باخ، يوهان سيباستيان باخ، الذي ابتكر الفوغة مثلا. أنا لا أريد أن أتبحر في هذا الموضوع اليوم في محاضرتنا، ولكن هذا موضوع يستحق الذكر. في تلك الفترة، في فترة الباروك، كانت هناك سمات لهذه الفترة، فكانت الفنون المعمارية أو الفن المعماري لم يكن فقط هندسة، إنما كان أيضا يتسم بالفن. فكانت المباني في ذاك الوقت تتسم بالزخارف الدقيقة والحليات، وهذه الحليات عندما نراها على المباني نستطيع أيضا أن نسمعها في الموسيقى، لأن الموسيقى الباروك كانت تتسم بزخارف وحليات كثيرة، وهذه الزخارف هي أساليب في العزف، ولها يعني يتوجب علينا أن نلقي محاضرة خاصة فقط في الزخارف، لأن لها أسلوب معين في العزف، وزخارف هذه الحقبة تختلف عن الحقبات الأخرى، هذا موضوع آخر. ذكرنا حقبة الباروك، نذكر الآن الحقبة الكلاسيكية التي ينتمي إليها لودفيغ فان بيتهوفن، وهذه الحقبة كانت في القرن السابع عشر عموما. من أهم المؤلفين في تلك الحقبة هو هايدن، المؤلف هايدن، والمؤلف موزارت، وأيضا بيتهوفن، ولكن بيتهوفن كان ينتمي إلى أواخر الحقبة الكلاسيكية إلى بدايات الحقبة الرومانسية التي أتت لاحقا. من أهم ما يميز هذه الفترة هي مثلا ظهور قوالب موسيقية مثل السوناتا، قالب السوناتا. أيضا لا أريد أن أتبحر في هذا الموضوع كثيرا، لأني أريد أن أجعل محاضرتنا اليوم عن حياة المؤلف بيتهوفن محاضرة جميلة وسلسة وسهلة للجميع أن 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 يستسيغها وأن يستمتع بها. هذه الحقبة الكلاسيكية كما قلنا كانت فيها قالب السوناتا. إذا أريد أن ألخص بشكل يعني سهل وسلس ما هو قالب السوناتا، هو أسلوب في التأليف الموسيقى. مثلا تكون السوناتا لها مثلا مقدمة معينة وانتقالات نغمية معينة وموضوع معين، ثم نهاية يعني
أسلوب في التأليف كما أسلوب الكتابة مثلا، أن نكتب مقدمة وموضوع ثم ننتقل ونتبحر في الموضوع حتى أن نصل إلى النهاية. هذا هو بشكل جدا مبسط ومختصر قالب السوناتا الذي اشتهر أو نعم اشتهر أو تأسس في الفترة الكلاسيكية القرن 17. وأيضا بيتهوفن قام بتطوير هذا القالب، قالب السوناتا، فلم يكتبها بالأسلوب المعتاد، طور فيها أمور كثيرة وعديدة. ننتقل من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة الرومانسية التي انتشرت في القرن 18، وأهم المؤلفين في تلك الحقبة شوبان، هو من مؤلفين من أبرز المؤلفين في الحقبة الرومانسية، وأيضا فرانس ليست، وأيضا يوهانس برامس. بعد هذه الفترة أتت الحقبة الانطباعية، أو الفترة الانطباعية، وهي حركة فرنسية أسسها كلود ديبيوسي في فرنسا، وأيضا مشى على خطاه موريس رافيل. وهناك فترات كثيرة وعديدة، لا أريد اليوم أن أتطرق إلى الكثير منها، ولكن خلينا نقول آخر حقبة يعني بشكل مختصر، الحقبة الإكسبريشنزم، أو الحقبة التعبيرية، أو الفن التعبيري الذي أسسه المؤلف أرنولد شونبرغ، والذي مشى على خطاه فيبرن و ألبان بيرغ، مؤلفين كثر أيضا. هذه الفترة كانت تتسم بأسلوب مختلف جدا في التأليف الموسيقي، يختلف عن الفترة التعبيرية أو الموسيقى الانطباعية آسفة، ويختلف أيضا عن الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية والباروك. مثلا كان عندنا الموسيقى الاثنا عشرية، وأيضا كان عندنا الموسيقى اللامقامية، ويعني هذا يختلف طبعا عن التكنيك أو القوالب التي تحدثنا عنها مسبقا، في مثلا في الحقبة الكلاسيكية قالب السوناتا، والحقبة الباروك الفوجا مثلا. الآن تحدثنا عن الحقبات والفترات أين يقع الموسيقية. بيتهوفن في هذه الفترات؟ يقع بيتهوفن في نهاية الحقبة الكلاسيكية إلى بداية الحقبة الرومانسية. بيتهوفن ولد كما قلنا في مسبقا، قلنا بأنه ولد في شهر ديسمبر من سنة 1770، توفي في سنة 1827، يعني أواخر القرن السابع عشر. أواخر القرن السابع عشر، وامتدت مؤلفاته إلى بدايات القرن الثامن عشر. ولذلك نحن نصنف بيتهوفن كمؤلف يربط بين الحقبتين، الحقبة الكلاسيكية، أواخر الحقبة الكلاسيكية، وبداية الحقبة الرومانسية. هنا يقع بيتهوفن. ما الذي كان يميز بيتهوفن؟ كان مؤلف سابق عصره، كان دائما يؤلف بشكل ابتكاري. نعم، كان يحترم القوانين ويحترم أساليب التأليف، خاصة في كتابة قالب السوناتة، ولكن أيضا كان يضيف أشياء من عنده. انتقل بيتهوفن إلى مدينة فيينا، وكانت عنده طموح بأنه يتعلم الموسيقى على يد موزارت، ولكن لم تتحقق أمنيته. كانت هذه أمنية موزارت كما سلف، وقلنا بأنه أيضا مؤلف. موزارت كان نمساوي من مدينة سالزبورغ، أيضا انتقل إلى مدينة فيينا، ولكن هو في الأصل مؤلف من سالزبورغ، ولكنه نمساوي أيضا. موزارت كان الطفل المعجزة،
كانت لديه مؤلفات يعني تتميز بالبساطة، ولكن البساطة العبقرية. لربما نحن يعني محبي الموسيقى الكلاسيكية لربما يعرفون أو يدركون أعمال بيتهوفن من خلال مؤلفته مثلا السيمفونية الخامسة. من لا يعرف السيمفونية الخامسة؟ من لا يعرف السيمفونية التاسعة مثلا، وخاصة الحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة، أود تو جوي، اسمها أود تو جوي، وهي تدعو إلى المحبة بين الناس والمساواة بين الناس وكلنا أخوة. وهذه الحركة الرابعة اختيرت لأن تكون نشيد الاتحاد الأوروبي اليوم، الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلد من القارة الأوروبية. اختيرت الحركة الرابعة من سيمفونية بيتهوفن لأن تكون النشيد الموحد الرسمي للاتحاد الأوروبي. السيمفونية أيضا قالب سوناتا. مجددا لا أريد أن أتبحر في هذه الأمور، ولكن أريد أن أذكر هذا الموضوع بشكل جدا ملخص، وأن أحبب الناس في هذا الموضوع، ولا أذكر المواضيع العلمية أتركها على جنب. ولكن نعم، السيمفونية هو يعني قالب سوناتا، مبنية على قالب سوناتا، مكتوبة بقالب سوناتا. بيتهوفن أيضا كتب 32 سوناتا لآلة البيانو. سوناتا، كل سوناتا لها 3 حركات أو 4 حركات. من منا لا يعرف موسيقى ضوء القمر؟ مع العلم بأن بيتهوفن هنا أيضا عندنا مثال جدا قوي في أسلوب بيتهوفن التجديدي في التأليف. فهو نعم، أي نعم، كتب قالب السوناتا، ولكن كتب بأسلوب غير معهود. يقال بأن هذه السوناتا كتبت وأهداها بيتهوفن إلى الكونتيسة جولييتا جوتشاردي. يقال أنه أحب هذه الفتاة التي كانت تتلقى دروس البيانو عند هذا المؤلف. وكان بيتهوفن يتردد على بيت آل جوتشاردي ليعطي دروس البيانو لابنتهم جوليا. ويقال بأنه تقدم إلى هذه الطالبة، عرض عليها الزواج، ولكن لم يقبل أهلها عرض لودفيغ فان بيتهوفن، كونه كان يعاني من مشكلة السمع. كان هو يعاني من صعوبات في السمع. وهذا الـ هذا الح هذه الحادثة أثرت جدا على نفسية بيتهوفن، ويقال بأن هذه المقطوعة أهداها إلى جوليا، وكانت تعكس مشاعره بالحزن بسبب عدم قبول أهلها لعرض الزواج الذي قدمه لها. لربما أغلب محبي الموسيقى الكلاسيكية وخاصة محبي آلة البيانو يعرفون سوناتة باتيتيك المشهورة، أو يعرفون سوناتة العاصفة المشهورة أيضا. لربما يعرفون سوناتة الوداع، لربما يعرفون سوناتة لا باسيوناتا التي ألفها بيت. من منا لا يعرف هذه السوناتات؟ ولكن أريد أن أذكر في هذه المحاضرة عن الفرق بين سوناتات بيتهوفن الأولى وبين سوناتات بيتهوفن الأخيرة، وما الفرق بينها. نعم، أود جدا أن أذكر هذا الفرق حتى لا يتم فقط تداول بيتهوفن
عبر السيمفونية الخامسة والتاسعة وضوء القمر وباتيتيك إلى آخره. أريد أيضا أن أضيف إلى معلومات محبي الموسيقى بأن كما الموسيقى لها تاريخ، وكما أن الحقبات الموسيقى التي ذكرتها في هذه المحاضرة باختلافها أثرت ليست فقط على التأليف الموسيقي، إنما أيضا على حياة البشر بشكل عام، على الأزياء، على طريقة الحياة، على الفنون الأخرى مثل الرسم، فإن أيضا مؤلفات بيتهوفن أو الموسيقى يعني بشكل عام يعني أو آلة البيانو مرت في تغييرات كثيرة. آلة البيانو التي نراها اليوم، آلة البيانو تسمى اليوم البيانو فورتي، وفيها 88 مفتاح أبيض وأسود. هذه الآلة الضخمة التي نراها اليوم لم تكن هي الآلة نفسها في عبر التاريخ، يعني في وقت مثلا موزارت أو وقت باخ. هناك فترات يعني مرت بها الآلة نفسها، مرت في فترة في مراحل، وتغيرت الآلة عبر هذه المراحل. فكان عندنا مثلا الهاربسيكورد والكلافيكورد. أيضا لا أريد أن أتطرق بشكل متعمق في هذا الموضوع، ولكن أريد أن أذكر هذا الموضوع نظرا لأهميته في التأليف الموسيقي. لماذا؟ لأن آلة مثلا آلة الهاربسيكورد آلة صغيرة، لم تكن بحجم آلة البيانو فورتي، الآلة التي نراها اليوم، آلة البيانو اليوم. بسبب هذا الحجم الصغير فكان أثر حجم هذه الآلة أيضا على المؤلفات التي ألفت لهذه الآلة، وأيضا أثرت على المناسبات الموسيقية التي كانت تعزف فيها الموسيقى. يعني مثلا لم يكن الجمهور آنذاك جمهور كبير كما اليوم نراه في دور الأوبرا، من جمهور مثلا 1500 شخص أو 2000 شخص وأكثر أحيانا. كانت هناك في تلك الفترة هناك الموسيقى الحجرة مثلا، وهي فعلا كانت موسيقى تعزف في حجر، والآلة نفسها لم تكن تلك الآلة الكبيرة التي نراها اليوم، آلة البيانو الضخمة التي يعني كانت تؤثر على هندسة الصوت والجمهور الذي يحضر إلى هذه الأمسيات. مع العلم بأن في ذاك الوقت لم يكن عندنا الميكروفونات ومكبرات الصوت، كانت الأمسيات الموسيقية تعتمد اعتماد كامل على الموسيقى، على العزف الطبيعي، على الأداء الطبيعي من غير ما هذه التقنيات التي توجد عندنا اليوم. فنعم، آلة الهاربسيكورد كانت آلة صغيرة يعني، ومساحتها الصوتية كانت تختلف عن آلة البيانو، ولذلك هذا الموضوع أثر على المؤلفات التي كانت تكتب لهذه الآلة، وأيضا أسلوب التأليف، وأيضا التكنيك كان مختلف. عندما تغيرت هذه الآلة وبناء آلة البيانو إلى ما نراه اليوم من آلة البيانو فورتي، آلة ضخمة وفيها 88 مفتاح كما ذكرت، أيضا اختلف أسلوب التأليف على هذه الآلة. فمثلا هناك مساحة صوتية أكبر، وهناك تكنيك، التكنيك هو القدرات العزف، أيضا اختلفت طريقة الكتابة، اختلفت أيضا. هذا الموضوع اليوم أثر على هندسة الصوت، على القاعات التي تعزف فيها الموسيقى. فعندما نحلل الأعمال يجب أن نأخذ